وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر لكل من يتقدم لها دون تحديد أرقام، معربا عن تمنياته ببذل كل الجهود المطلوبة مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام. وخلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، شدد الرئيس السيسي على الرغبة في تذليل جميع العقبات أمام قطاع الصناعة، ومؤكدا أهمية دعم العمالة بالقطاع الخاص بكل السبل الممكنة. احنا ما المفروض ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجارة والصناعة موجودة وكل الناس موجودين، الحكومة احنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. بس ارجو ان احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره، يعني انت عارف ان اليات العمل والحوكمة يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر، فبرضو احنا ما هو السبب واحنا كلمنا الكلام ده في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر اصل مش انتوا احنا، ده احنا كلنا مع بعض، ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصة الذهبية لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن ارجو ان احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لان احنا ننفذ الالتزام ده لمدة 3 أشهر ونراجع، لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز يعني كان مشجع نقدر نفكر إن احنا نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لأ، أو نقول طب نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو الرخصة الذهبية للدكتور مصطفى، فاحنا هندي 3 شهور بالطريقة دي. شكرا يا فندم، كل التحية يا فندم.